بدك شي مدام؟ شو لوين رايحة؟ رفيقتي عاملة حادث يا حرام. يا حرام. ايه والله بتزعل. وبين الحياة والموت ولازم تكوني جنبها. هاي حافظتها غيره. الجيران عم بيعزلوا وانا لازم ساعدهم، فبتعرفي فاتي عشتوية. رهاف رجعي على شغلك. طيب ليش قلت لك سبب؟ لانه هي الاسباب صرتي اخذه عليها 50 اذن، ولمعلوماتك الشتوية رح تخلص، فلاقي حجة تانية غير موضوع التعزيل بيكون احسن. على اساس المحل مليان زباين. امرك. ليش احط لهون المعلم؟ ليه ما شفتك محل ما اتفقنا؟ لانه لي ساعتين ناطرك، ختيرت وشاب الدقني وما كنتي تجي. والله حقك علي، بس كنت عم دقق حسابات لخزامه. ليش كمان انت مستلمه الحسابات بالكافيتيريا؟ لو ليه هيك متفاجئ؟ شو مو عاجبتك؟ لك لا والله مو هيك القصه، إيه بس اذا انت الكابتن وانت اللي مستلمه الحسابات وانت الزباين، دخلك خزامه شو شغلتها؟ لك انا الكل بالكل، انا الكافيه ما بتمشي فيها طلب بدوني، انا البوصله تبع المكان، اذا بغيب بيوم بيضيع. بعدين بقول لك شغله، انا اذا هلا بترك الكافيه بتسكر باب رزقهم، انا لهيك صابره ومتحمله، حرام خطي. حوطتك بايات النبي ما شاء الله. معازمني عفو النابه؟ بلا، بس فكرتك ما رح تجي، اخذ لك طلب متسم على كيف كيفك، بيطلع لك معوز بدية مرأة. هنيك اجي. هاي. هاي كيفك، تفضلي. تقبرني يا سامر، أنا مستعجلة كتير، يا ريت نطلع. يلا براسي. مين هي؟ أختك؟ لا حبيبتي، أنا حبيبته، بس مع هيك بقول له أستاذ سامر. اتشرفنا حبيبتي.